بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل شرح وقراءة كتاب الرسالة القشيرية لسيدنا الإمام عبد الكريم القشيري أبي القاسم رحمه الله تعالى، المولود في ربيع الأول سنة 76 و300 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى في ربيع الأول 65 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 89 عاما رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته في الدارين أمين. وعلمنا في الباب السابق أن النفس، والمقصود بالنفس هي الأمارة بالسوء، لا بد من مخالفتها ولا بد من مقاومة عيوبها. هذا تكلمنا عليه في المجلس السابق، واليوم نتكلم عن بعض عيوب النفس. يعني النفس ليها بعض الأخلاق الذميمة، وإحنا قلنا النفس في كتب التصوف يقصر بها النفس الأمارة بالسوء. كمان اللي يقول لك خالف النفس، يقول لك يعني يقصد إيه النفس الأمارة بالسوء؟ يعني إيه الأمارة بالسوء؟ يعني التي تأمرك بتحصيل الشهوات من غير بابها الشرعي، باختصار كده سهل. كل نفس ربنا خلقها فيها الشهوات علشان تستجلب لنفسها المنافع وتدر عن نفسها المضار، عشان تضمن حياتها في الدنيا. كويس، ان طلبت المنافع بطريق غير شرعي تبقى أمارة بالسوء، لكن لو طلبتها بمقياس الشرع الشريف تبقى نفس منضبطة كويسة، وتبقى نفس لوامة. لو أخطأت أحيانا تلوم نفسها عشان تكمل نفسها كويس، حتى تصل إلى درجة النفس المطمئنة، ثم الراضية فالمرضية فالكمل. يبقى تحصيل الشهوات إن طلبته من طريق غير شرعي بغير الضوابط الشرعية وسرت خلف نفسك، صار الإنسان كالحيوان. كويس، يبقى النفس دي هي اللي يقصد يقول لك موتها. سيأتي يقول لك قتل النفس، مش يقول لك انتحر يعني، لا، يعني تقتل فيها عجلتها في تحصيل شهواتها بغير ضابط شرعي. هي طبيعتها عجولة، طبيعة النفس متعجلة، عايزة حاجة دلوقتي، يقوم الإنسان يضبطها بقى. لو دلوقتي مش مناسب ولا بعدين، فهمت بقى إزاي يضبطها بقى؟ بعقل الشرع، بعقله وبضوابط الشرع، وبعدين تقول له طيب بعدين إمتى؟ ولا لما يسمح الظروف حتى أحصله من طريق شرعي. عايزة مال، عايزك تبقى غني دلوقتي، أروح أسرق؟ أروح أقتل واحد غني وأخد أمواله يعني، ولا أعمل إيه يعني؟ النفس الأمارة تعمل كده، يسطو على بنك، يقتل واحد، واخد بالك إزاي؟ يقطع الطريق على الناس عشان يحصل رغبته في جمع المال من أي طريق كان، لأنه عجول. لكن الإنسان المؤمن لما يبقى بيحب المال يعمل إيه؟ يجتهد في السعي في طلب المال من وجوه الحلال، فهمت؟ وما يبقاش عجول. أما يجي إن شاء الله من الطريق الحلال نبقى نستعمله في الطريق برضو إيه؟ الطاعة. يبقى يحصله من حلال وينفقه في الطاعة، فهمت بقى إزاي؟ وكذلك كل شهوة، فهمت؟ قيس على ذلك بقى كل شهوة، شهوة الطعام، شهوة الشراب، شهوة الإيه؟ النساء، ده بالنسبة للرجال، أو شهوة الرجال بالنسبة للنساء. كل الشهوات دي لابد أن تحصل من طريقها الشرعي، وإلا تبقى نفس أمارة، فهمت ازاي؟ لابد ان الانسان يقاومها. فمن ضمن بقى الخصال الذميمة في النفس الغير منضبطة بضوابط الشرع، الغير مؤدبة يعني بتأديب الشرع، والغير المروضة لصاحبها حتى تصير اللي احنا نسميها رياضة النفس، في منها الحسد والغيبة. هو هيكلم النهارده على باب الحسد وباب الغيبة. الحسد هو تمني زوال النعمة من المنعم عليه، حكمه ايه الشرعي؟ حرام من الكبائر،
ده حكم الشرع. سبب الحسد ايه؟ الحرص على الدنيا والكبر والغرور، فهمت ازاي؟ والبغض للآخرين. يبقى الإنسان اللي يحسد لابد إن إما يكون حريص على الدنيا أو بيبغض الذي يحسده، أو يكون متكبر شايف نفسه هو الأولى بإنه تبقى النعمة دي عنده، لأنه هو الأولى والأحسن والأفهم. فهمت إزاي؟ يبقى زي ما إيه؟ إبليس كبره منعه من السجود لأبينا آدم، أنا خير منه، فكان سببا في معصيتي. فهمت؟ زي ما اليهود اللي هم كانوا عارفين علامات النبوة في النبي حسدوه فمرضوش يؤمنوا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين أنه الحق. يبقى الحسد ده غالبا سببه إما بغض من تحسده، وغالبا رؤيتك أنك أفضل منه يعني متكبر، وكمان حرصك على الدنيا مع العجلة، دي أسبابه. يا الله، علامات الحسد ده علامات. أصل الحسد ده مرض، زي ما أقول لك مثلا الأنيميا ده مرض، الأنيميا يعني فقر في الدم، ده مرض. علامته إيه؟ إن الإنسان لما يمشي ينهج بسرعة، يتعب لما يطلع السلم، لما تشوفه تلاقيه وشه ساحب، تقوم تعمل له نسبة هيموجلوبين تلاقيها واطي. الحسد بقى ايه علامته؟ ايه اعراضه يعني؟ ان الحسود ده لما يرى من يحسده يتملقه، واول ما يمشي يعيب فيه. فهمت ازاي؟ دي علامات مرض الحسد. تلاقيه قدام اللي بيحسده اول ما يقابله يتملقه بقى تملق شديد ويتودد اليه، واول ما يمشي يعيب فيه ويغتابه. فهمت بقى ازاي؟ فدي من ضمن العلامات بتاعته. ومش كده وبس، ولو حصلت له مصيبة يشمت فيه. يبقى التملق عند حضور المحسود، غيبته عند غيابه، يشمت فيه عند حدوث المصيبة. واخد بالك ازاي؟ أمة النبي كانت محسودة، وعلشان كده كان الكفار إن تصبهم حسنة تسوء، إن تصبكم حسنة تسوءهم. فهمت ازاي؟ يعني أول ما ربنا ينعم على المؤمنين بنصر يستاءوا، وإن تصيبكم مصيبة إيه؟ يفرحوا بها، يشمتوا. آه دي علامات. يبقى دي العلامات. أصل أنت مش هتعمل له أشعة يعني يطلع إنه إيه باين في السي تي سكان إنه حسود، لا. ولا هتعمل له تحليل دم تقول له أنت عندك نسبة حدث حسد بنسبة كذا في المية، لا. لأن الحسد أخلاق يبان في التصرفات، لكن مش هيبان في الدم ولا في الأشعة. فاهم؟ فإذا كنت أنت ممن يتملق من تحسده في الظاهر، وإذا غاب تنتقصه، وإذا أصابته مصيبة تشمت فيه، تبقى أنت عندك هذا الداء. شخص نفسك وعالج نفسك قبل ما تتفضح. فهمت بقى إزاي؟ علاجه بإن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره وقسمته فيه وفي غيره، لأنه هو أصلا منشأه هو عدم الرضا بقسمة الله. يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، مش كده برضه؟ ويدي مش عارف المشط للقرعة اللي هي مش محتاجاه يعني. آه كل دي علامات إيه؟ عدم الرضا بالقسمة وعدم رؤية الحكمة في القسمة. لكن لو رأى حكمة الله في القسمة واستسلم لها وانقاد، لا هيحسد غني على غناه، ولا هيزعل على فقير على فقره، لأن ربنا بيقيم كل عبد فيما يصلحه. من العباد لا يصلحه إلا الفقر فإن أغناه أفسده، ومن العباد من لا يصلحه إلا المرض فإن عفاه أفسده. فدع الخلق للخالق يقسم لهم ما يشاء، ولكن عليك أن تواسي الضعيف وتنصر المظلوم وتنصح للمسلمين وتهتم بنفسك إنك تربيها وتروضها، ولا تشغل نفسك بعيوب الخلق وتنسى عيوب نفسك. هذه المسألة. يبقى أول حاجة علاجه إن احنا نرضى بالقسمة.
عشان كده الرسول يقول لك من الايمان ايه؟ الرضا بالقضاء والقدر، حلو ومر، مش كده برضو؟ لان ده يعالج فيك الحسد. ومش كده وبس، والتواضع لخلق الله. يعني ايه التواضع؟ انك انت لا ترى نفسك فوق الخلق، ترى نفسك اقل من الناس، لان انت ادرى بعيوب نفسك، فهمت؟ وبعدين قصر الامل. قصر الامل يعني ايه؟ يعني تحط الموت بين عينيك، انك ممكن تموت في كل لحظه، ممكن تنام النهارده ما تقومش، فهمت ازاي؟ قصر الامل. فطالما الانسان قصير الامل يعني متذكر الموت، يبقى مستعد للموت على طول، فلا يؤجل توبه ولا يحرص على جمع حطام الدنيا من حلال ومن حرام، فهمت ازاي؟ يبقى قصر الامل يقمع الحرص وايه، ويمنع التسويف من فعل الطاعات، وفي نفس الوقت يمنعك من ان تحسد غيرك، لانك انت مش فاضي احسد، ده انا ممكن اموت في اي لحظه، انتبه لنفسك بقى، فهمت؟ ده خلاصه المساله في موضوع الحسد. هنقرا بقى الشيخ قايل في ايه. قال الله تعالى: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ثم قال: ومن شر حاسد اذا حسد. يعني جعلوا من ضمن الشرور التي يستعاذ به منها، فهمت؟ فختم السوره التي جعلها عوذه او عوذه يعني استعاذه بذكر الحسد، تنفع تقول عوذه او عوذه بضم العين وفتحها، يعني ايه؟ يعني تعويذه، والتعويذ والاستعاذه هو طلب الحمايه من الله. قال: اخبرنا ابو الحسين الاهوازي، قال اخبرنا احمد بن عبيد البصري، قال حدثنا اسماعيل بن الفضل، قال حدثنا يحيى بن مخلد، قال حدثنا معافى بن عمران عن الحارث بن شهاب عن معبد عن ابي قلابه عن ابن مسعود قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن أصل كل خطيئة، فاتقوهن واحذروهن. يعني ثلاث خصال من الأمراض النفس تكون أصل كل خطأ بعد كده أو خطيئة يرتكبها الإنسان. خطيئة غير الخطأ، الخطأ إن الإنسان يعمل حاجة على غير عمد مش قاصد، وربنا رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، لكن الخطيئة هي المعصية، فاهم؟ فهي أصل كل خطيئة، يعني أصل كل معصية. فاتقوهن واحذروهن. إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم. ده أول حاجة، الكبر أهو، أنا خير منه، قايل كده إبليس. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجر. حرص أبونا آدم على إنه إيه؟ على إنه يخلد في النعيم، فهمت إزاي؟ فأكل من الشجرة بعد ما الشيطان حلف له. سيدنا آدم ما كانش متصور إن في مخلوق يحلف كده، فلما قاسمهما وقال إني لكم لمن الناصحين، ووافق قسم إبليس لأبينا آدم نسيان أبونا آدم للأمر بالنهي، والإنسان طبيعته ينسى، أكل ناسيا مخدوعا بحليف آدم، فهمت إزاي؟ وكان الدفع لأكله إيه؟ إنه يبقى من الخالدين، يبقى حرصه على الشيء جعله يأكل الشجر، فهمت؟ وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا. يعني أول جريمة قتل على وجه الأرض كانت إيه؟ بين ابني آدم، واحد حسد أخوه فقتله، فهمت إزاي؟ وقال بعضهم: الحاسد جاحد، لأنه لا يرضى بقضاء الواحد. والجاحد هو الايه؟ المنكر للشيء انكار شديد. وقيل: الحسود لا يسود. وقيل في قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللي هي في سوره ايه؟ الاعراف. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قيل: ما بطن الحسد، وكفت أمراض القلوب بقى زي الحسد والحرص والطمع وإيه والكبر وحب الانتقام وحب الظهور،
كل دي عيوب في القلب. ما بطن، لأن ربنا قال بر صورة الأنعام وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي بعض الكتب الحاسد عدو نعمتي، الحاسد عدو نعمتي بالنسبة لله المنعم يعني. وقيل أثر الحسد يتبين فيك قبل أن يتبين في عدوك. يعني أنت عشان تحسد اللي أنت بتكرهه أيها الحاسد، يعني مش أنت الحاضر، أنت يعني بنكلم اللي بيحسد اللي هو مش موجود في وسطنا، احنا ما شاء الله كلنا حلوين واللي على راسه بطحة أضرب بيها. يبقى أنت أيها الحاسد أثر الحسد أول ما يصاب به هو أنت قبل ما المعيون ده المحسود ده واخد بالك يصاب بعينك أو بحسدك. الغل اللي في قلبه، النار اللي بتاكل قلبه، عدم الرضا، فهو أصلا هو أول واحد بيعاقب بفعله قبل ما إيه يتأثر المعيون، فهمت إزاي؟ أو المحسود. وقال الأصمعي رأيت أعرابيا أتى عليه 120 سنة، يعني عمره بقى 120 سنة، فقلت له ما أطول عمرك؟ فقال تركت الحسد فبقيت. لأن الحسد والبغضاء والشنآن ده باستمرار حاقد وحاقد واخد بالك وقلبه غير راضي يجيب له أمراض كتير، يقوم يتقصف عمره بدري بدري، يقوم يستريح من الدنيا والناس تستريح منه، فهمت بقى؟ لأنه أصلا عايش مش مستريح ولا مريح اللي حواليه، يقوم ربنا من رحمته بينا يريحنا من الأنواع دي بدري بدري، يجيله جلطة، يجيله نقطة، يجيله مش عارف إيه، يجيله شلل، يجيله مصيبة سودة، واخد بالك؟ عشان يستريح بدري، ده ربنا رحمة بيه، ما هو لو طال عمره وحسود كده هيتعب قوي. يعني حتى ربنا لطيف بعباده يا أخي، اللي مش قادر يتعايش مع الدنيا ومع نعم الله على عباده وبيكره نعم الله على عباده يقوم ربنا يريح العباد منه، يمرضه بسرعة، فهمت ازاي؟ ويعيى بسرعة ويحبسه في مرضه، يقوم ينشغل في مرضه، بدل ما كان مشغول بالنعم الله على عباده يقوم ربنا ايه يحبسه في مرضه، فربنا ينجينا. وقال ابن المبارك الحمد لله الذي لم يجعل في قلب أميري ما جعله في قلب حاسدي. أميره اللي هو يعني الحاكم اللي بيحكم عليه، لأنه لو كان الحاكم اللي بيحكمك بيحسدك هيستغل سلطته ويقلقك، فهمت ازاي؟ فبيقول الحمد لله إن الإيه؟ إن لم يجعل في قلب أميري ما جعله في قلب حاسدي. وفي بعض الآثار إن في السماء الخامسة ملكا يمر به عمل عبد له ضوء كضوء الشمس، فيقول له الملك، الملك ده شغلته يشوف ايه اعمال الصالحة للي هو متصف بالحسد، فهمت؟ يوم ما يجي الاعمال الصالحة تيجي بنورة في السماء كده وهي طالعة في محل القبول، الملك ده بقى ايه شايف ان اللي عملها ده حسود، فهمت؟ يوم يقول لهم ايه وقفوها ما تطلعش مش عايزة تمر، فهمت ازاي؟ يحبسها ويقول لها ردوه على العبد، على العبد ده مش هتقبل، بعد ما نفدت وعدت لحد السماء الخامسة يحبسوها في الجمرك، فهمت ازاي؟ يجمركها على طول ويروح حبس. فيقول الملك قف فأنا ملك الحسد، يعني المسؤول عن مناقشة الايه الناس الحساد دول، اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد، يعني عمله حتى المقبول وطاعاته المقبولة مردودة بسبب عدم رضا عن ربه. والرضا عن الله يعني الرضا عن حكم الله في كونه وفي عباده. وقال معاوية كل إنسان أقدر على أن أرضيه إلا الحاسد فإنه لا يرضي إلا زوال النعمة. ويقال الحاسد ظالم غشوم لا يبقي ولا يذر، يعني شديد الظلم. وقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، غم دائم ونفس متتابع، يعني عايش في غم على طول كأنه مغموم ونفس متتابع طول ما حياته ونفسه شغال غمه شغال وكأن نفسه بيشعل نار حقده، عارف انت لما تنفخ في النار عشان تشتعل فصار نفسه بيشعل حقده جوه قلبه،
فربنا ينجينا. وقيل من علامات الحاسد أن يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. دي ضمن علامات المرض يعني. وقال معاوية: ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد، تقتل الحاسد قبل المحسود، لأن الحسد بيضر الحاسد قبل ما بيضر المحسود. وقيل: أوحى الله سبحانه إلى سليمان بن داود عليهما السلام: أوصيك بسبعة أشياء، لا تغتبن صالح عبادي، ولا تحسدن أحدا من عبادي. فقال سليمان: يا رب حسبي. هو كان هيصيب سبعة، قال له: ده دول كده كفاية قوي، ده دول هيوصلوني لأعلى المقامات. فهمت؟ وقيل: رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه، مقامه عالي يعني، فقال: ما صفته؟ فقيل: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقيل: الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى عثرة شمت. وقيل: إذا أردت أن تسلم من الحاسد فلبس عليه أمرك. لو تعرف إن واحد بيحسدك يبقى ما توريهوش النعم اللي انت فيها، حاول بقى تغطي النعم عشان ما تشعلش النار الحسد فيه. يعني اول ما تشوفه كده: يا ده انا تعبان قوي، ده انا مريض بقالي مده، ده انا عندي صداع يا سيادة، مش قادر اتحرك. واخد بالك ليه؟ علشان ايه يعني؟ يخف عنك ويبعد. انما اول ما تقابله كده بانشراح بتاع، يقول لك: ايه ده، هو ده ما بيتهدش ده ولا ايه؟ علشان كده تلبس عليه الامور، يعني تبقى انت فرحان تبين له انك زعلان، تبقى انت معافى تبين له انك مريض، تبقى انت عندك اموال طائله تبين له انك مديون وتعبان والفلوس مش مكفيه والدنيا غلا والاسعار، وشوف الدولار بقى بكام، وشوف ها؟ والكلام ده كله من خارج قلبك، بس انت عشان تلبس عليه. فهمت ازاي؟ تلبس عليه، مش تدي له ملبس يعني، يعني تخلط عليه. بس انت بتفتكر تلبس عليه يعني تجيب له ملبس يعني؟ ها؟ هو الملبس سموه ملبس ليه؟ لانك انت مغطيه بغلاف كده، فمش مبين اللي جواه. فهمت ازاي؟ يعني البسته لباس، سموه ملبس يعني. فاللبس اصلا معناه التخليط وتغطية الامر. فهمت؟ اصل اللبس كده: ولا لبسنا عليهم ايه ما يلبسون. وقيل: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه. يعني متغاظ من واحد ما عملش فيه حاجه، مالوش ذنب، ومش كده وبس، وبخيل على نعمه هو لا يملكها. نعمه ملك الله اداها لفلان، انت مالك؟ طب انت تبخل عليها ليه وانت تملكها؟ فبني ادم غريب، حشري، بيحشر نفسه بين الله وعباده. الله يفعل ما يشاء مع عباده، ايه اللي حشر كده؟ خليك انت من ضمن العباد، ارضى بقسمه الله، تعيش مستريح. وقيل: اياك ان تتعنى في موده من يحسدك، فانه لا يقبل احسانك. يعني ما تبذلش مجهود قوي انك انت ترضي من يحسدك، ولكن تجنب انك انت تظهر له ما انت فيه من نعمه بس. لكن انت مهما حاولت تتودد لي لن ايه تزيل الحسد من قلبي، إلا إن يتغمد الله برحمته بقى ويبصره بعيوب. وقيل: إذا أراد الله تعالى أن يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسده. وأنشدوا، يعني بعض الأشعار بقى بتقول هذه المعاني: وحسبك من حادث بامرئ ترى حاسد حاسديه له راحمين. يعني لما يعني يقول لك لو واحد اصيب بمصيبه لدرجه اللي بيحسدوه بقى صعبان على اللي بيحسدوه، تبقى مصيبه شديده قوي. ما فيش اشد من كده مصيبه بقى، اللي هم مبغضيه بقوا يرحموه. فهمت؟ وانشدوا: كل العداوه قد ترجى اماتتها الا عداوه من عاداك من حسدي. وقال ابن المعتز: قل للحسود ان تنفس طعنه، يعني ايه؟ ربنا يسيبك بطعنه عشان تستريح من اللي انت فيه
بتريحنا منك يعني، بيدي عليه يعني. قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. وأنشدوا وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. ومن الأخلاق المذمومة أيضا اعتياد الغيبة، لأن الغيبة ناتجة عن الحسد برضه، إنك أنت تذكر إيه ما في الناس من نقص حال غيابها وهو فيها، دليل إنك شايف نفسك أنت الكامل وغيرك ناقص، يبقى معناه إنك أنت بتزكي نفسك يعني، عندك نوع من الكبر. باب الغيبة. والغيبة تكون غالبا من إيه؟ من حسد المغتاب. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وعن أبي قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند قال: حدثنا محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك جالس، يعني كان في واحد قاعد في مجلس النبي وقام وانصرف، فقال بعض القوم: ما أعجز فلانا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتم أخاه واغتبتموه، أكلتم أخاكم واغتبتموه. وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة. ده التائب من الغيبة، ده مات وتاب من الغيبة، آخر من يدخل الجنة. شفت بقى المصيبة يعني. ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. يبقى اللي بيغتاب حتى لو تاب هيتأخر دخول الجنة شوية لتعلق حقوق الآدميين به، لأن ربنا هيأخره لحد ما يستسمح اللي اغتابهم، فاهم؟ وطالما هيأخره عشان يستسمح الخلق هيبقى الناس هتعطل بعضها بقى، كل واحد يبيع ويشتري فيه، درجة الساعات ياخدوا حسناته عشان يرضوا عنه. شفت قد ايه الى هذه الدرجة، ويصير مفلس بقى زي ما النبي قال المفلس اللي هو ايه، يؤخذ من حسناته حتى تنفد وبعدين تورع من سيئات الاخرين اللي هو ايه، يعني اعتدى على حقوقهم او اعراضهم او اموالهم او اجسادهم. وقال عوف: دخلت على ابن سيرين فتناولت الحجاج. تعرف الحجاج طبعا كان حاكم صعب، واخد بالك، وكان سريع في اتخاذ قرار القتل على الفاضي وعلى المليان. فبيقول عوف انه دخل على ابن سيرين فتناولت الحجاج، يعني ذكرته بما فيه من خصال سيئة. فقال ابن سيرين: ان الله تعالى حكم عدل، فكما يأخذ من الحجاج يأخذ للحجاج. زي ما هيعاقب الحجاج على مساويه، برضو الحجاج عبد من عباد الله ليه حرمته عند الله، برضو اللي هيغتاب الحجاج هياخد منه برضو. فهمت بقى ازاي؟ وإنك إذا لقيت الله عز وجل غدا كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. يعني أصغر ذنب أصبته في حق مخلوق يكون أشد من أعظم ذنب أصبته في حق الله، لأن الذنوب اللي في حق الله ربنا يتجاوز عنها. فهمت إزاي؟ ربنا لأنه لا يضره ذنبك، إنما ما يبقى متعلق بالمخلوق يقول لك روح بقى خليه استرضيه وتعالى لي، استرضيه وتعالى لي، ويبقى أنت تتفرج بقى على اللي أنت اغتبته كيف يعني إيه يطلق سراحك بعد ما ربنا جعلك مسجون أمامه. فربنا ينجينا. وقيل: دعي إبراهيم بن أدهم إلى دعوة، يعني ناس دعوه إلى طعام أو حفلة عرس أو شيء من هذا، فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم، يعني اغتابوا راجل مش موجود، فقالوا: إنه ثقيل، راجل تقيل يعني دمه تقيل كده، قعدته دمها تقيل. فقال إبراهيم: إنما فعل بي هذا نفسي، حيث حضرت موضعا
يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل 3 أيام، عاقب نفسه، قال أنا قبلت الدعوة علشان قلت أكل أكلة حلوة، فجيت عشان أكل أكلة حلوة سمعت الغيبة، فبدل ما ناكل الأكل الحلو أكلنا لحوم الناس. فهمت إزاي؟ فأنا اللي جبت ده كله لنفسي، شهوتي للطعام هي اللي خلتني أقبل هذه الدعوة، فلو كنت خالفت نفسي ما كنتش جيت مجلس زي ده يغتاب فيه الناس. وعاقب نفسه، مش انت يا نفس كنت عايزه تشبعك الحلو؟ طب انا هجوعك 3 ايام بقى عشان تحرمي بعد كده تاخديني لمثل هذه المواضيع دي، من باب مراقبه النفس يعني، وايه وعلاجها يعني. وقيل مثل الذي يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا يرمي به حسناته شرقا وغربا. تصور انت الحسنات بتاعتك طالعه للسماء كده ما شاء الله عشان موضع القبول، وانت قاعد تغتاب الناس كانك بالظبط بتنشن عليها عشان ما تطلعش، واخد بالك، ماسك مسدس كده والحسنات بتاعتك طالعه، سواء بصيام صمته، صدقه عملتها، عباده عبادتها، صلاه صليتها، وكلها طالعه بقى، وانت قاعد تغتاب ده وتغتاب ده كانك قاعد بتنشن عليها عشان ما تطلعش، فلا تقبل. فهمت المثال يعني؟ مثل الذي يغتاب الناس كمثل من نصب منجنيقا يرمي به حسناته شرقا وغربا، يغتاب واحدا خراسانيا وآخر تركيا، فيفرق حسناته ويقوم لا شيء معه. اللي هو النبي إيه قال عليه المفلس في الحديث المشهور، قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس الذي يأتي بزكاة وصيام وأعمال صالحة وقد شتم هذا واغتاب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ليرضيه ومن هذا حتى تفنى حسناته ويبقى لسه خصوم، يوم يؤخذ من سيئات خصومه تلقى عليه فيرقى في النار، نسأل الله السلامة. وقيل يؤتى العبد يوم القيامة كتاب فلا يرى فيه حسنة، فيقول أين صلاتي وصيامي وطاعتي؟ فيقال ذهب عملك كله. وقيل من اغتيب بغيبة غفر الله له نصف ذنوب. طب واللي وقعت عليه الغيبة بقى، اللي وقعت عليه الغيبة يعني انت اغتبت انسان، يوم ربنا يغفر للي انت اغتبته ده ذنوب. شفت بقى؟ يبقى كل الناس اللي قاعدين يأذوا المسلمين دول بلسانهم بيسبوا سبب لمغفرة ذنوب هؤلاء الناس. وقال سفيان بن الحسين كنت جالسا عند إياس بن معاوية فقلت عن إنسان، فإيه عندك إيه؟ فنلت من إنسان، عندي مكتوبة غلط، فنلت من إنسان يعني ذكر إنسان بسوء يعني. فقال لي هل غزوت في هذا العام الترك والروم؟ كانوا زمان أيام الخلافة كانوا يعملوا غزوة كل عام للترك والروم على الحدود، لأنهم دي بلاد معتدية، فلو سكتوا عنهم يدخلوا على بلاد الإسلام يغيروا عليهم، فهم يعملوا باستمرار غزوات كده باستمرار كل سنة علشان يرهبوهم باستمرار، فما يفكروش يجوا على بلاد المسلمين. فكانوا عندهم كل سنة في غزو للترك والروم اللي على الحدود يعني، عشان يحافظوا على حدود المسلمين لا يستهتر بها الأعداء فيدخلوه. فبيقول له هل غزوت في هذا العام الترك والروم؟ فقلت لا. فقال سلم منك الترك والروم وما سلم منك أخوك المسلم، يعني أنت الأعداء المعتدين سلموا منك وما رحتش تجاهدهم، وجاي الوقت تطعن في أخوك المسلم. كل ده من حسن برضو العظة للناس. وقيل يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم يعمل، فيقال له هذا بما اغتابك الناس وأنت لم تشعر. يعني كتابك كده تاخد كتابك يوم القيامة تلاقي نفسك ثواب مسجد، بناء مسجد وكفالة يتيم، وأنت ما بنيتش مسجد ولا كفلت يتيم، يقول يا رب ده أنا ما عملش كده، وثواب 10 حجات، يا رب ده أنا ما حجتش إلا حجة واحدة، 10 حجات اخدهم مرة واحدة، يقول لك اصل الناس اغتابوك فانا كنت باخد من حسناتهم اديها لك. فهمت بقى ازاي؟ فربنا يدفعلك.
خد بالك ان كتير من الناس بتقعد تعيب في الموتى، مش زي الوهابية مثلا يعمل ايه، يقول لك الصوفية اهل ضلال، كلمة بسيطة كده يقوم ربنا يسحب منهم اعمالهم كلها يديها للصوفية بس وخلاص، فهمت؟ فيفقد عمله مسكين. يقول لك الأشعرية، واخد بالك، ليسوا من أهل السنة، وهم أصلا أهل السنة، والأشعرية دول يمثلوا إيه؟ مليار مسلم، بل مليارات لو حسبت الموتى والأحياء، فهمت إزاي؟ يبقى اغتابهم، تبص تلاقي حسناته تسلب وتتقسم عليهم إرثا، فهمت بقى إزاي؟ هو يعني مش شرط الغيبة يبقى الإنسان حي، قد يكون مات، فهمت إزاي؟ وتسيء إليه وتسبه، زي ما بيسبوا مثلا سيدي محي الدين ابن عربي، بيسبوه في كتابهم، السيد البدوي بيسبوه في كتابهم، عندهم بعض الأولياء كده مضايقينهم، ما أعرفش كأنهم كلوا إيه إرث أمهم وأبوهم، ما أعرفش إيه السبب يعني، واخد خلاص اقعد أنت سب ما تسب، حسناتك رايحة لهم، ويبقى أنت بعد كده انتفع أو لا تنتفع، أنت حر، فهمت بقى؟ فربك أصله إيه حكم عدل، خد بالك. يعني الغيبة مش شرط يكون لإنسان حي، قد يكون ميت، وقد يكون ميت ولا تعرفه حتى، في جيل غير الجيل بتاعك، فهمت ازاي؟ فناخد بالنا واحنا بنناقش اقوال العلماء السابقين، ما فيش داعي انك انت تقول ايه وقال الضال المضل وتقول ايه قبليها كم شتيمة كده، انت بتناقش الافكار والاقوال بغض النظر عن القائل، فهم؟ ناقش الاقوال ايوه، ورد على الاقوال او الافكار، لكن ما فيش داعي انك انت تشتم من قالها وتسب من ايه تبنى هذه الافكار، فهم؟ يعني خلي عداوتك مش عداوه شخصيه، فاهم؟ خليها عداوه لمبادئ معينه تخالف دينك وتخالف الحق. شوف سيدنا لوط قال ايه لقومه، اني لعملكم لمن القليل، ما قالش اني لكم، العداوه مش بيني وبينكم شخصيه، ده العداوه بيني وبينكم عشان اعمالكم، لو تركتم الاعمال السيئه دي انتوا تبقوا ولادي واحبابي، إني لعملكم لمن القليلين، فهمت بقى؟ فلما تيجي تناقش أفكار تخالف اعتقادك فلا تسفه قائلها وتشخصنها وتخليها بقى إيه مشكلة شخصية، لا كده هتخش مشكلة غيبة بقى، مش في مشكلة إحقاق حق، فهمت بقى المسألة؟ لا مفيش داعي إنك أنت تحولها إلى أمور شخصية. وسئل سفيان الثوري من عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض أهل البيت اللحميين، فقال هم الذين يغتابون الناس يأكلون لحومهم، لأن ربنا شبه المغتاب أنه بيأكل لحم أخيه ميتا. وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والداي لأنهما أحق بحسناتي، لان اللي هغتابه حسناتي هتروح ليه، فانا ما فيش احب عندي من ابويا وامي، يبقى اغتابهم بقى عشان هم ياخدوا حسناتي بدل ما ياخدها اللي انا اصلا زعلان منه. وقال يحيى بن معاذ ليكن حظ المؤمن منك 3 خصال، ان لم تنفعه فلا تضره، وان لم تسره فلا تغمه، وان لم تمدحه فلا تذمه. يعني على الأقل إن لم تستطع إنك أنت تنفع الإنسان المسلم فما تضروش على الأقل يا أخي، كف ضرك عنه، وإن لم تستطع إنك أنت لا تدخل السرور على قلبه فعلى الأقل ما تغموش، فاهم؟ وإن لم تستطع أن تمدحه يبقى ما تذموش، يعني عيش كده في إيه؟ في رحمة. وقيل للحسن البصري إن فلانا اغتابك فبعث إليه طبق حلواء وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك. كانوا إيه بيعالجوا المسألة بطريقة لطيفة، يعني بيعظوا الناس بطريقة لطيفة، مش لما بلغوا أن فلان اغتابه يقوم يدعي عليه، لا أبدا، ده بعت له كده طبق كله إيه حلويات هدية، فقالوا له إيه الحسن البصري بعت لك الطبق ده هدية بيقول بلغك أنك اغتبته فأهديته حسناتك، فهو يهديك هذا الحل،
يقوم الراجل يتوب بقى، يحرج يعني، يقوم يحرج ويتوب إلى الله. فهي من باب العظة بطريقة لطيفة يعني. وعن أبي قال أخبرنا علي بن أحمد الأهوزي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال أخبرنا أحمد بن عمرو القطواني قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. هو الحديث ده مروي بسند ضعيف لكنه صحيح المعنى. اللي بيجهر بالمعصية يعني ما عندوش حياء، يعني من المعصية أمام الناس كده، فما بقاش لي حرمة في إنك تحذر الناس من فعل المعصية. يعني واحد بيجهر أمام الناس بإنه بيشرب خمر، يبقى تحذر الناس من إيه؟ إنه الراجل ده سكير. طب افرض ما بيجهرش بقى بالزنا، هو بيزني بس مش بيجهر بيه، فما تقولش بيزني، لأنه هو بيعمله بينه وبين نفسه، مش عايز يا الناس تعرف، يعني تسقط حرمته فيما جهر فيه وتظل حرمته فيما أسره. فهمت بقى ازاي؟ مش معناه تسقط حرمته بالكلية، لا، فيما جهر فيه بس. فهمت بقى ازاي؟ لأن وإلا لو سقطت حرمته بالكلية يبقى نظامه إذا خصم فجر بقى، ودي من خصال الإيه؟ المنافقين. قال سمعت حمزة بن يوسف السامي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أسيد الرقي يقول سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول قال الجنيد كنت جالسا في مسجد الشمزية. الشمزية ده حي في إيه؟ في بغداد، وكان في مسجد حي كده في سوق، يعني زي اللغة بتاعتنا كنت قاعد في مسجد في العتبة الخضر أو في الموسكي. فهمت ازاي؟ سوق كبير، حي كبير، وكان فيه مسجد، فهو قاعد في المسجد ده سيدنا الجنيد، فبيقول ايه؟ انتظر جنازة اصلي عليها. كان قاعد في المسجد ده بينتظر جنازة يصلي عليها، واهل بغداد على طبقاتهم جلوس، يعني كل اهل بغداد جايين يحضروا الجنازة بمراتبهم المختلفة، غنيهم وفقيرهم. فرأيت فقيرا عليه اثر النسك يسأل الناس، لا فقير عليه أثر العبادة وبيشحت. فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به، بدل ما يسأل الناس كده، يعني الكلام ده في نفسه. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك، فثقل علي جميع أورادي، يعني لقى نفسه مش قادر يذكر ربنا على عادته، مش قادر يصلي على عادته، مش قادر يتفاعل مع العبادة، ويبكي ويأنس بمناجاتي لربي. فسهرت وأنا قاعد فغلبتني عيناي فرأيت ذلك الفقير جاءوا به إلى خوان ممدود وقالوا لي كل لحمه فقد اغتبته. وكشف لي عن الحال، فعرف أنه ليه هو فقد حلاوة نشاطه إيه على عبادته بسبب أنه اغتبه في نفسه، فما بالك يبقى ربنا بيعامل اهل الخصوص بشده شويه عننا احنا، احنا مش عاملنا الا اذا تلفظنا، لكن هو على انه من اهل الخصوص ربنا بيعامله حتى على حديث نفسه. فهمت؟ فقلت ما اغتبته انما قلت في نفسي شيئا، ده حديث نفس. فقيل لي ما انت ممن يرضى منك بمثله، لان انت مقامك عالي، انت مربي، انت مرشد للناس، المفروض تكون اعلى من كده. اذهب فاستحله، قوم بقى من نومك دي ودور على الراجل ده استسمحه. فاصبحت ولم ازل اتردد حتى رايت في موضع يلتقط من الماء، يعني بيشرب شويه ماء عند تزايد الماء، لقى في موضع الناس بتشرب فيه ميه وايه، وبيقع اثناء الميه دي اللي بيغسلوا فيها الزرع بتاعهم ايه شويه ثمار كده بتقع من الناس، يعني ملهاش قيمه. فلأب يلتقط اوراقا من البقل مما تساقط من غسل البقل، زي الفول الحراتي وزي الحاجات اللي هي ايه ممكن تتاكل خضرا.
فسلمت عليه، فقال: يا أبا القاسم تعود؟ الله ده كشفه، هترجع تاني الحديث النفس السيء بتاع امبارح؟ يا أبا القاسم تعود؟ فقلت: لا، يعني حرمت، فاهم؟ فقال: غفر الله لنا ولك، سامحه. وده يعلمك إن ربنا بيعامل أهل الخصوص أشد شوية من معاملة الناس البسطاء اللي زي حالتنا، فهمت إزاي؟ قال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا طاهر الإسرائيلي يقول: سمعت أبا جعفر البلخي يقول: كان عندنا شاب من أهل بلخ، وكان يجتهد ويتعبد، إلا أنه كان أبدا يغتاب الناس. يعني كان شاب مشغول بالعبادة، لكن كل ما يفضل العبادة يقعد إيه، يذكر الناس بالغيبة والنميمة، فهمت إزاي؟ يغتاب الناس، ويقول: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فرأيته يوما عند المخنثين الغسالين خرج من عندهم، يعني عند إيه؟ الرجالة المنسونين هم سيئي السمع، زي ما تلاقي كده عالمة وراه واد مطبلاتي، واخد بالك إزاي؟ دول مخنثين دول، فهمت؟ فلقاه الواد اللي كان عابد ده كويس بس بيغتاب الناس، لقاه في يوم من الأيام بعد فترة قاعد مع المخنثين دول وخارج من عندهم. فقلت: يا فلان ما حالك؟ إيه اللي جرالك؟ ده أنت كنت قاعد مع الناس الطيبين زمان. فقال: تلك الوقيعة في الناس، لا يعني غيبتي للناس، أوقعتني إلى هذا، ابتليت بمخنث من هؤلاء، وأنا هو ذا أخدمهم من أجله، وتلك الأحوال كلها قد ذهبت، يعني أحوال الطاعة والعبادة ذهبت بسبب شؤم اغتيابه للناس، فاهم؟ فادعو الله أن يرحمني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الأخلاق النبوية الحميدة، وأن يزرعها في قلوبنا ويجعلها فينا سجية بمدد حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبتوفيق الله وبافتقارنا إليه ولجوئنا إليه واستغفارنا وتوبتنا لديه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى